قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولهذه الآية نظائر كثيرة في نفي هذه الشفاعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وذكر عز وجل آيتين في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ففي هاتين الآيتين نفي لهذه الشفاعة. ولو نظرنا إلى كلمة الولي والشفيع لوجدنا أنهما كلمتان نكرتان، وهذا في سياق النفي فتعم، وذلك لأنه لا خير يؤمره الإنسان يوم القيامة إلا ما قدمه من عمل صالح.